أهلا بحضراتكم متابعينا، مستمرين في تغطية تفاصيل اليوم الثاني من جلسات المؤتمر الاقتصادي، ومعنا ضيفا عزيزا المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم، أشكرك على الاستضافة الكريمة. يعني اليوم مليء بالجلسات ومليء بالمشاركات، أهم ما توقفت عنده معاليك النهاردة خاصة الآراء والأفكار المختلفة اللي بتطرح. بالفعل اليوم زاخر يعني مجموعة ضخمة من الفعاليات المتزامنة التي تغطي مختلف القطاعات، كان ضمنها جلسة حوارية متميزة شاركت فيها مع زملائي من قيادات قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات الذين يمثلون شرائح وتخصصات مختلفة في هذا القطاع. كان محور النقاش هو زيارة الصادرات الرقمية. أهم ما يميز الصادرات الرقمية أنها عالية القيمة، لأنها المكون الذي ينبغي أن يستورد فيها كمثلا مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام يكاد يكون صفر، وإنما ترتكز أول ما ترتكز على الإبداع والفكر الخلاق، ومن ثم فالقيمة فيها يعني بالغة السمو. هذا ما يدفعنا إلى التركيز على زيادة قدرات ومهارات شبابنا لكي يتمكنوا من جذب شركات تقيم مراكز تعهيد أو ما نسميه مراكز التعهيد، اللي هي المراكز التي تصدر خدمات رقمية من مصر إلى دول أخرى. الحقيقة أن قطاع الاتصالات في مصر يا فندم مشهود لي أنه على مستوى مشروعات الدولة متطور جدا، على مستوى أيضا مشاركة القطاع الخاص متطور جدا، لكن بالتأكيد كان في طرح لي أفكار لها علاقة بمزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاع الخاص، خاصة أن احنا كمان النهاردة بنتحدث عن جلسة مهمة زي وثيقة ملكية الدولة اللي كان فيه مطالبات كتيرة يعني بفتح مساحة أوسع للقطاع الخاص، والدولة مستمعة لده. لا، هو الحقيقة استراتيجية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات دوما منذ عقود أن يعتمد على القطاع الخاص في تنفيذ مشروعاته. دور وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات هو الحوكمة، هو التسهيل، هو التطوير، هو وضع أطر وسياسات تسهل على المستثمرين دخول القطاع والعمل فيه، ومن ثم نحن مستمرون في هذه الاستراتيجية ومتمسكون بها. كل المشروعات التي تطلع الوزارة بتنفيذها إنما تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص، سواء الشركات المصرية أو الشركات العالمية العاملة في مصر التي توظف موظفين مصريين وتقيم مراكز لها في مصر. أخيرا من المؤتمر الاقتصادي، رسالة حضرتك لرجال الأعمال وصغار حتى المستثمرين في مجال الاتصالات في مصر. هناك فرصة رائعة الآن أنتجتها الأزمة الحالية لكي نستطيع أن نوسع من قدرتنا على تصدير صادرات رقمية من مصر إلى مختلف دول العالم وقاراتها. هذه الفرصة إنما نشأت من التحدي الذي فرضته الجائحة أولا، ثم الأزمة السياسية الراهنة حاليا. لابد من أن يعني نقتنص هذه الفرصة، نركز على دعم قدراتنا للاستفادة منها. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم، وكل التوفيق يا رب في جلسات المؤتمر المقبلة. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا لمتابعينا في تلفزيون اليوم السابع، ومستمرين في تغطياتنا. إلى اللقاء.